عشاق الساحرة المستديرة، قدم اتحاد كرة القدم بمقره في منطقة العدلية المدرب الجديد لمنتخب الكويت الوطني، المدرب الكرواتي روميو جوزاك، الذي سيتولى تدريب الأزرق الأول وكذلك الأولمبي بعقد قيمته 700,000 يورو عن كل عام. التفاصيل في سياق هذا التقرير. بقيمة مالية وصلت إلى 700,000 يورو عن كل عام وبعقد سيمتد لسنتين قابلة للتجديد، كشف المؤتمر الصحفي والذي عقد بمقر اتحاد كرة القدم وبحضور الرئيس الشيخ أحمد اليوسف الصباح ونائب أحمد عقل العنزي وجميع أعضاء الاتحاد عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، والذي تم اعتماد المدرسة الكرواتية لجميع المنتخبات الوطنية، وسيقود المنتخب الأول الكرواتي الدكتور روميو جوزاك والحاصل على شهادة البرو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويحمل سيرة ذاتية مميزة في عالم كرة القدم. اليوم بعد رفع توصية من إخوان رئيس وأعضاء اللجنة الفنية بتسمية مدرب منتخب الكويت الوطني الأول والأولمبي للفترة الغادمة، وتم الانتهاء والاختيار بتزكية جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالموافقة على توصية اللجنة الفنية باختيار المدرب الكرواتي الدكتور روميو من كرواتيا. أقرب مشارك للمراحل السنية المنتخبات 9/2019 باستثناء الأولمبي عندنا شهر 3، فريق أول الفترة الجاية بس عندنا الفيفا دي، فارتئينا أن نشوف مدرسة تبنينا فرق حق الفترة الجاية، ووقع الاختيار على المدرسة الكرواتية بقيادة المدرب روميو جوزاك، ونتمنى له التوفيق. طبعا الكرواتي جوزاك والذي وقع عليه الاختيار يحمل من الخبرة ما يؤهل للنجاح، لا سيما سيتصدى أيضا لجلب طواقم كرواتية بالكامل لمختلف المنتخبات الوطنية لتعزيز المدرسة الكرواتية والتي حققت نجاحات باهرة، لا سيما ووصول المنتخب الكرواتي لنهائي كأس العالم. أضف لذلك سيوفر للمدرب الكرواتي معسكرات خارجية على مستوى عال، ابتداء بمعسكر ألمانيا في ميونخ للمنتخب الأولمبي الشهر المقبل، أضف لذلك معسكرات لمنتخبات الشباب والناشئين والبراعم في العاصمة النمساوية فيينا. This is my first time in Kuwait. But I have been many times. هذه المرة الأولى لي في الكويت، لكن سبق وأن زرت بلدان خليجية عديدة ولدي معرفة بالكرة الخليجية. الأهم في مرحلة البناء القادمة سيكون بالرغبة الحقيقية من مجلس إدارة اتحاد الكرة وتهيئ اللاعبين من أجل النهوض بالكرة الكويتية. لدي خارطة عمل جيدة وأستطيع أن أقدم شيئا مميزا للكرة الكويتية. إذن خارطة عمل طموحة سيتمحور حول هدفين أساسيين، أولهما العمل على تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد اليابان 2020، والهدف الثاني الأهم التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة 2022 في قطر من بوابة التصفيات الآسيوية، والعمل بجد من الآن لتجهيز منتخبنا الوطني بشكل مثالي. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.